الأوضاع المتأزمة في فلسطين لم تمنع فرقة الأطفال الفلسطينية المعروفة باسم الكمانجات من السفر إلى فرنسا والغناء هناك لإيصال رسالة سلام من خلال الفن والموسيقى، ولكن الفرقة أيضا تطمح إلى تبادل مشروعات مشتركة مع الفرنسيين على المستوى الفني والثقافي. رغم كل ما يجري في فلسطين إلا أن رسالة الفن والثقافة والسلام هي التي يعبر بها الفلسطينيون الحدود إلى أوروبا والعالم. في مدينة أنجي الفرنسية حلت فرقة الكمانجات التي تأسست في رام الله لتعليم أكثر من 350 طفلا فلسطينيا أصول الموسيقى والتجوال في العالم لإظهار مدى تعلق الفلسطينيين بالسلام. أنا صغير كنت أضرب حجاره كتير على المستوطنين وعلى الإسرائيليين وعلى الجيش الإسرائيلي، بس كان الإشي الوحيد اللي كنت بعبر عن حالي فيه هو الحجر. ما كان عندي أي إشي أقدر أعبر عن حالي فيه غير الحجر. لما تعلمت الكمانجة والفيولا صرت أقدر أوصل رسالتي بشكل أكبر كمان وأوسع وللعالم كله. وبعد استكمال الاستعدادات اللازمة يبدأ الحفل الذي شارك فيه موسيقيون فرنسيون وآخرون من أصول مغاربية تضامنوا مع الفرقة الفلسطينية وقدموا لوحات فنية مختلفة. ورغم المآسي والأحزان في فلسطين إلا أن الأغاني لا تزال ممكنة في مسحة تفاؤلية بحناجر الأطفال. شباب من مناطق النزاعات الأخرى ولدوا ونشأوا في فرنسا كالأخوين العراقيين وميد ونوفل الوهاب، ورغم بعدهما عن بلدهما إلا أن الموسيقى تجمعهما بالأهل والأصدقاء. أصورنا عراقيين وما قدرنا نرجع إلى بلدنا كل هالسنين، وهيك في مشاكل كمان هلا، ويعني يا مشاكل، فيعني يعني مجبورين يعني هيك يعني نتطور ونكبر في الغرب وما راجعين لبلدنا، فنقدر شوي نتقرب من بلدنا لما نعمل موسيقى شوية شرقية بس خابطيها مع الموسيقى الغربية. وحتى لا يكون هذا اللقاء مجرد حفل وحسب، أوجدت الكمانجات رام الله فرعا دائما لها في فرنسا لاستمرار التواصل الفني والثقافي بين الشعوب. الناس سائمون تصريحات سياسية حول المشاكل التي لا تجدي نفعا، وأعتقد أن الرسالة الحقيقية تصل من خلال الأعمال الموسيقية والفنية، وهكذا يمكن للفرنسيين أن يكتشفوا ما يحدث في فلسطين. وتسدل الستارة على الدعم الفني لفلسطين ويبقى الأفق السياسي مسدودا بعد فشل كل المساعي الدبلوماسية، ويبقى المتنفس الوحيد إذن من خلال الدعم الفني والثقافي ليساهم في تفاعل الحضارات بانتظار حلول سياسية لا تبدو قريبة. ميشيل الكيك، الجزيرة، مدينة أنجي، فرنسا. انطلقت